من دبي مع السيدة أمال الرضا، رئيس إدارة تنمية موارد مالية في دبي العطاء. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة أمال. إذا كما استمعنا مقابل هذه الأرقام يعني مخيفة، طبعا 25 مليون طفل بلا تعليم، نتحدث عن مبادرة مهمة جدا خاصة في هذه الأوضاع، لو تحدثينا عنها لو سمحتي أكثر. طبعا تأتي مبادرتنا هاي السنة بالتعاون مع منتدى الإعلام العربي تحت عنوان نكتب لأطفال سوريا. هاي المبادرة تأتي ضمن فعاليات الدورة 16 للمنتدى والمقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. الهدف من هاي المبادرة هو توفير فرصة اللحاق بالتعليم للأطفال اللاجئين السوريين اللي خسروا العديد من سنوات التعليم بسبب النزاع المستمر. البرنامج إن شاء الله بنطلقها في لبنان، وسبب اختيارنا للبنان أنه حاليا يتواجد أكثر من 180 ألف طفل اللي تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 عاما متواجدين في لبنان ولكن لا يرتادون المدرسة. فنتمنى إن شاء الله أن من خلال هالبرنامج اللي بنطلقه بنعزز مهارات أو قدرات القراءة والكتابة والرياضيات للأطفال، أيضا تعزيز قدرة المعلمين في مجال التعليم وتحسين مشاركة أولياء الأمور في تعليم وحماية أطفالهم. الانطلاق من لبنان، أي دول أخرى ستستهدفها هذه المبادرة سيدة أمال؟ هاي المبادرة إن شاء الله بنركز على إطلاقها في لبنان، اللي تأتي ضمن مبادرتنا أو تعاوننا مع المنتدى الإعلام العربي. المبادرة اللي نحن أطلقناها تشجع الزوار على زيارة منصتنا واختيار لغة معينة تابعة لحضارة معينة وكتابة اسمهم. من يكتبون الاسم بيترجم للغة الحضارة هاي المعينة اللي اختاروها، وكل اسم يكتبونه المنتدى الإعلام العربي بيتبرعون بمبلغ قيمته 100 درهم لصالح هذا البرنامج نفسه. طيب، كل الدول من الممكن استهدافها والوصول إليها أم تختلف بهكذا مبادرات سيدة أمال؟ ربما درجة النزاع في بلد معين، جغرافية البلد، خصوصية البلد، أم لن يستثني بلدا؟ طبعا نحن متواجدين، برامج دبي العطاء تحاول أنها توصل لأكبر عدد من المستفيدين وتوفير فرصة التعليم. حاليا برامجنا نحن في 45 دولة وواصلين 16 مليون مستفيد. سبب اختيارنا للبنان مثل ما ذكرت هو لأن أكبر عدد من الأطفال اللاجئين السوريين حاليا متواجدين في لبنان، فنتمنى أن من خلال هالبرنامج ومن خلال مبادرتنا وتعاوننا مع نادي دبي للصحافة نوصل لأكبر عدد من المستفيدين. تقريبيا هل من عدد نتحدث عنه سيدة أمال من الأطفال الذين تصلهم ويستفيدون من هذه المبادرة حتى لو كان رقم تقريبي؟ أي نعم، نحن هالبرنامج أطلقناه وعدد المستفيدين المستهدفين من هذا البرنامج نفسه هو 4600 طفل. اليوم ما شاء الله الحضور كان جيد، كان عندنا العديد من المشاركات من الزوار، العديد منهم حبوا أنهم يساهمون في عمل الخير. نعم. خصوصا أن هاي المبادرة تأتي بالتزامن مع عمل الخير اللي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. نتمنى أن المشاركين يزيدون إن شاء الله باكر أساس أنه يساعدونا للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين. أنا أشكرك جزيلا سيدة أمال الرضا، رئيس إدارة تنمية موارد مالية في دبي العطاء، كنت معنا مباشرة من دبي.